ايش في مال الناس كلها بتتكلم قاعده بصر ايش في ايش في اخبار والله اسكت والله خبر اسوء من هيك والله بحكوا الاسد هارب من حديقه وقاعد بمشي في الشارع العام والله بنات زي عفري طريق بمشي في نص الطريق اه والله بنات والله الحين يطلع من العفري وين امل عندك امل عن كيف المدرسه طب البنات اديهم مصروفهم خلينا مش يطلعوا انا بدي اروح اجيب امل من المدرسه بلاش الاسد لاقيها في الطريق لا والله خايف في مسكك الاسد لا ما تخاف ما تخاف حق تطلع لا ماشي لا وهاجم على اكثر من 32 شخص اصحاكوا يا ماما تطلع يا ماما اصحاكوا هاي ما حذرتك انا نفسي اشوف الاسد لا ولا بدك شفته يا ماما ماما انا رايح انا هلا اكل عبال ما ابوك يروح يجيب امل من المدرسه واصحاكوا تطلعوا ماشي هاي الجوال معكم والله هي الناس كل الناس كاتبين انه في اسد هارب من الغابة وكمان قاعد بيمشي في نص الشارع نفسنا نشوف الاسد عشان هو ملك الغابة يلا نروح بس يلا بسرعة يلا يا تاش خليني نمشي قبل ما تشوفنا ماما عشان ماما عشان الاسد ما كلنا بس يلا نمشي بسرعة ايش رايك يا تاش نلعب ملك اسد على عينيك اه يلا عروس بيضاعة عشرة جنيه عشرة جنيه صغر مني واحدة جنيه حقيقي والله الكل سبب يلا يتجي بسرعة افتحي يا صاحبيتي افتحي يا صاحبيتي بسرعة الاسد ورانا افتحي بسرعة يا صاحبيتي مش انا يا ماما قلت لكم 10000 مره ما تطلعوا من بيتي ماما شفت الاسد بيعك هيك هلا يا